سألني سائل وقد ماتت أمه هل يصل أجر ثوابي لقراءة القرآن إلى والدتي أو لا يصل؟ نعم، هل يصل أجر قراءة القرآن إلى المتوفى أو لا يصل؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. نعم، إهداء ثواب القراءة إلى الميت هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه غير مشروع لأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد الدعاء للميت والصدقة عن الميت والحج عن الميت، هذه وردت الأدلة في وصولها إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى. أما قراءة القرآن وإهداء ثوابها إلى الميت قد أجاز بعض العلماء ذلك قياسا على ما ورد، ولكن الصحيح أنه غير مشروع لأن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على إهداء ثواب القراءة، ولكن المسلم يقرأ القرآن طلبا للثواب ويدعو للميت، يدعو للميت ويكون هذا موافقا لما جاء في الدليل من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. ولقوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.